ميعادنا يوم الاثنين الجاي الساعة 12 في فرع الشركة في جنيف. أشوف وشكم بخير. مع السلامة. مع السلامة. يبقى خلي مسعود يوصل مدمزال. انت اسمك يا حلو؟ عاشت الأسامي. خد اسمها وعنوانها. تفضل. أشوف وشكوا بخير. قلت من أهله. وحياتها الشواري، حياتنا من غيرك مثل السلطة بلا خياطة. سلطة؟ قصدك ايه؟ قصده شو انا اللي عم احكي؟ ما بتفرق. قصده يقول ان الاسبوعين ثلاثه اللي حضرتك بتقعدهم معانا مش كفايه، احنا نفسنا نتمتع بيك ونشوفك كل يوم وكل ساعه وكل لحظه وكل دقيقه وكل ثانيه. ايه يا ريت كنت اقف. ترجعوا على البيت حالا عشان تحولوا مكالمه لندن على المكتب. نفسي في حاجه قبل ما تسافر. ابوسك. الله يرحمها ستي، هي اتعاملت مع جدي يوم اللي سافر وما عاد رجع. ده جدك انت، انما انا هرجع. يا باي. مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة. تمام. Thank you.
شوف مين على التليفون يا مسعود افندي. حاضر يا سعيد بيه. الو، هنا فندق السعادة، اي خدمة؟ لا لندن، لحظة واحدة وحياة والدك. تفضل. وانا شو دخلنا بلندن؟ حولها على المكتب زي ما قالك احمد بيه. تفضل. كيف راح حولها؟ قصدك ايه؟ قصدي ما بعرف. ايه وما قلتش كده للراجل قبل ما يسافر ليه؟ يا اخي رجالة بنشتغل عنده، نجي نرفض له طلب. طب الحق قول لهم اي حاجة قبل المكالمة ما تخلص. شو بدي اقول له؟ قول لهم سافر سافر. سافر بسيطة. هرب. شو بقول له؟ سافر. مين؟ احمد بيه. ماله؟ سافر. لوين؟ لندن. هرب. 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 هيدا كيف تنقل بالانجليزي يا جدع؟ اتصرف، قول اي حاجه، ما توديناش في داهيه. يا رب ليه كده؟ ايه معقول الكلام ده؟ ايه الغباوه دي يا اخي؟ ما تعرف ايه صحتك بالدنيا ولا وبعدين معاك. ها بسم الله الشافي المعين. هلو لندن، اي مستر سعيد، انت اي مصدر من المصادر بتكون؟ يس او اي سي، او اي سي، او اي سي. ايه في ايه؟ بيقول انه خالتك بتسلم عليك. خالتي؟ وايه اللي يودي خالتي لندن يا مجنون انت؟ يا خيي هات عم يقول، شو ذنبي انا؟ يس او اي سي، او اي سي. ايه في ايه؟ مبروك يا مسعود. على ايه؟ عقبال عندك. لندن اجا صبي وسموه مسعود على اسمك. يا جدع بلاش هلوسه وقول لهم الراجل سافر. يا خي انا ماني ممتنع، بس ما بعرف كيف تنحكى بالانجليزي كده. امسك اتكلم. اي سي، اوه اي سي. شو شو انت ولا خلفوت رجال ما بتستحي قليل الادب؟ تفوع ليك. ايه اللي حصل؟ هالظلم الازهر عمالي سبني. وش عرفك انه بيشتمك؟ عم بيقلي هوز سبيكين. الي اني بينقال هوز سبيكين؟ اوه ودي كلمة وحشة؟ خطيرة. يبقى كويس اللي شتمته. كله الا الكرامة يا مسعود، هيدا راس بالنا بالدنيا. ما تتعب حالك، تعتذر ما بتعتذر ما راح بحكي معك. عجبتك قوي. على العموم زمان احمد بيه شخصيا وصل لندن. تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ان رحلتها المتجهة الى لندن وباريس قد تقرر تأجيلها لسوء الاحوال الجوية. شكرا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اللوكان ده نورت اهو كده الهم. ولا يهمك، من هلا للمسا هتكون اللوكان ده كومبليت. مع السلامه. الله يعود عليك. طلباتك يا هاني؟ بقدر الاقي عندكم اوضه بحمام؟ اوه ثلاث حمامات لو عايزه. منيح لكين حضرتك هتقعدي قد ايه؟ بالقليل شي شهر. شهر؟ بكل سرور. بس احنا لنا شويه طلبات بسيطه. مثل شو يعني؟ الدفع يكون مؤدب. حاضر. ما يكونش معاكي شهادة فقر حال. لا ما معي. شهادة بحسن السير والسلوك. اي معي معلوم. شهادة تطعيم ضد الكوليرا وأمراض الصيف. امتعني أنا. طيب لحظة واحدة على مدي خبر لسيادة المدير. اروح. فرحان ومزقطط ليه؟ أول زبونة وصلت. في المواصفات المطلوبة كاملة مما جميعه. على خيرة الله، اندهلك. الزبونة يا فندم. مسيك بالخير.
تسمحي لي احكي مع الموظف تبعك؟ تفضل. قل لي بصراحة، انت ما إلك نظرة تشوف فيه؟ إلي؟ ما إلك منخار تشم فيه؟ إلي؟ ما إلك حواس تحس فيه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ولا تجاوبني؟ إلي؟ ما إلك؟ إلي؟ ما إلك؟ إلي؟ طيب عيد نظر. ايه؟ مالها؟ كيف بتوافق انه هالحرم الاثري اللي بيرجع تاريخها للقرن الثامن عشر تنزل معي بالاوتيل تبعك؟ هتدفع شهر مقدم. ولكن ما هتحرك لا قلبي ولا عواطفي. شو العمل؟ انا ماليش دعوه، تصرف معاها انت بقى. تصرف يا رب. تعا يا حبيب قلبي تعا. مدام، انت اكيد من سلالة هولاكو. هولاكو؟ هولاكو العظيم ملك التتر. الله اكبر. مسعود افندي. الله يخرب بيتك. لا بس بلا زعرني. لا لا لا، شواردك مثل شواردي، عضلاتك قوية مثل عضلاته. هو حضرتك تعرفي هولاكو؟ معلوم انا من سلالته. سلالته؟ شفت يا منحوس، طلعت امه لا هولاكو. ما بتفرق ما بتفرق، احنا متاسفين يا ست هانم، اللوكاندا مليانه وما كنتش اعرف. لا تتعب حالك، انا رح نام مع هالفارس الهمام. حضرتك واقف هيك وتارك هالهولاكو تعتدي على عفافي وتغاضلني؟ انا هتصرف. فضل اتصرف. ايه مالك مشروع كده ليه؟ ما هي زي الفل. مثل الفل؟ اتفضل عيش بهالنعمه. لا لا لا، احقلي احقلي، تعالي معايا وانا حريحك. تعالي تعالي. صحيح؟ طبعا. خد بس بحياة الله اوعى تنسى. عيب يا مدام، ده كلام راجل لراجل. عافاك. مع السلامة. اللي كيف قدرت زحلقتها؟ دبرت لها معاد معاك على رواقه عشان تاخد حريتك. انا وهي شو ناوي تموتني؟ يا سيدي ده كلام. ما دام كلام بكلام، طب قابلني بالمنام. ايه؟ شفت شفت ايه؟ اوكي. مفيش داعي استنى اكتر من كده، انا هروح وادي نمر التليفوني. تفضل، واول ما يتحدد ميعاد الطائره هنتصل بحضرتك. متشكر. الاسم هنا من فضلك. ايه الجنسية؟ المهنة؟ سبحان الذي خلق. صباح الخير، حضرته المدير؟ لا يا فندم، ده صاحب الاوتيل. احمل شنط الست والحقنا يا رشبشن. حاضر يا فندم، اتفضل. هي دي اوضتي؟ لا، هذا غرفتي. ولك شو هالجسم؟ ولك تسلمي لي، ولك شو هالجسم مثل السمك بلا حسد، ولك تقبريني، تقبر عظامي، ولك تقبشيني قبض. وشمبانيا كمان؟ ايه، هيدي من تقاليد الاوتيل تبعي، خصوصا للزباين الحلوين مثل حضرتي. يا رب. حطينا الأول، شو هنعمل هيك؟ فندق السعادة. المطار؟ أي خدمة يا مطار؟ لا أحمد بيه، كل سنة وأنت طيب، سافر النهاردة خلاص.
وراجع حالا يا جدع، انت اتحرك وشيل البلاوله اللي تودينا في داهيه دي. وقف كده ليه؟ ما تتحرك، روح البس غير بدومك. الياسطة اللي برا منتظر سعادتك. لازم المطار اتكلم. ايوه، وقال ان الطياره حطيت بطره الساعه 8. وايه اللي ملبسك كده؟ الدنيا حر حر. ايوه، اعملي فنجان قهوه وطلعه لي على فوق. طالع قهوه. شو عمال اسمعها؟ بعدين اقول لك. احمد بيه وصل ولا لسه؟ ليك اخدت عنوانه؟ بقول لك هو وصل ولا لسه؟ وحيات الله صعبان علي. شو صبيه بتاخد العاه؟ يا حرام، وقعت بحبها من اول نظره، ما حق معذوره. جاوبني، بقول لك هو وصل ولا لسه؟ بتقول ايه؟ عم قول كيف بدي جاوبك وانت مسكر تمي. انت عايز تجنني؟ لك بدون ما تتجنن، وصل وطلب فنجان قهوه. الحمد لله. هالمرة مش رح نفتح اوتيل الا ما حضرته يصير بقلب السماء. تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن قيام رحلتها رقم 750 المتجهة الى لندن. شكرا. الحمد لله، اهو كده الواحد اطمن. بس خايف ما تهب عسى وترجع الطيارة على بيروت. الو، عمليات خل مطار، من فضلك الطيارة اللي طارت هلأ على لندن ماشية كويس؟ ما فيهاش محرك عطلان؟ اخد بنزين بسيه. اطمن لي وحياتك على الطقس، ما فيش عواصف، ما فيش كوارث، يعني مش ما فيش زلازل، يعني مش رح ترجع يا اخي؟ انا اللي عم احكي. انا لما بحكي. لا، انا اللي عم احكي. لا، انا لما بحكي. تفضل احكي. احكي انت. لا، احكي انت. لا، احكي انت. لا، انت احكي. وريني احكي. لا، انا ولا انت بدي احكي. شو رايك؟ هي فين اللوكندا اللي كلمتنا عليها من الصبح؟ كلها فشخه يا بيه. بقالك ساعة تفرك وتفرك لسه ما وصلناش. ما بدك اوتيل رخيص؟ بدي. ما بدك اوتيل ترتاح فيه انت والفرقة تبعك؟ يا سيدي بدي. ما بدك اوتيل يكون اصحاب وناس طيبين؟ يا اخي بدي. كلها فشخة كعب وتوصل. كمان هتفرك ساعة؟ يا ويلك. Thank you.
بدي بيع الاوتيل بنات عائلات، ما بدي اتصبح فيك. حاضر. صباح الخير يا سيد مسعود. يا صباح النور يا استاذ محمود. انا شايف لك سكونات ممتازين. وانا كمان تحت امرك. هو حضرتك مدير اللوكاندا؟ لا، المدير في مكتبه. اتفضل سعادتك عشان تقابلك. يعني انت فاكر مين اللي دخل علي؟ انا مسعود يا فندم. شوفي يا مسعود. زباين يا فندم. محترمين يا مسعود. محترمين يا فندم. ارتسي يا زمي. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ احنا يا حضرت عايزين ننزل عندكم وطمعانين في كرم اخلاقكم. احنا؟ شو بتقصد باحنا؟ انا والفرق. فرقة؟ فرقة شو؟ شو؟ فرقة الفن والسلام. احنا يا حضرت بندعو للسلام من خلال الرأس التعبير. لو كان الرأس بجيب السلام كانوا كل الناس بيرقصوا هيك. لا 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 لا. اعضاء الفرقة من جنسيات مختلفة، يعني بيمثلوا كل شعوب العالم رمزا للصداقة والمحبة وال... شو بدك تفكر شعوب العالم كلها بالاوتيل تبعي؟ مسعود شوف لهم اوتيل تاني. خلاص يا فندم. راس امرك. خطر. لا لا يا حضرت، احنا ناس هاديين ومش هتسمع لنا صوت خالص. دول جزء منها وبقى الفرقة هيوصل بعد 3-4 ايام. لسه في باقي؟ لا يا خي لا، هيدا صندوق محترم. حصل ايه يا سعادة البيت؟ يا حبيبي انا ما عندي غرف فاضي. الله يرضى عليك. مش مهم، ننام في الصالة واكيد حتكون ارخص. قلت لك متأسف ما عندي غرف. ما عندي. وده عارف المال. ما عندي. سوية جنتلمان. ما عندي. حرم عليك تكسر بخطرنا بالشكل ده. ما عندي. بنت قلبك قاسي قوي. اسمك ايه؟ سعيد. وانا اسمي نجو. ما عندك؟ عندي. حلاوتك. ولك يا شبشن. أفلم؟ أعطي الغرف لأعضاء الفرقة وجهز جناح الملكة إليزابيث بس للآنسة نجوى. جناح الملكة إليزابيث؟ اتفضلوا. ألو؟ أهلين أستاذ عبد الصبور. الحمد لله على السلامة. امتين وصلتوا؟ نازلين وين؟ فندق السعادة. فين ده؟ عرفت، حالا حكون عنكم. ناوي برضو تعطيهم المسرح يشتغلوا عليه؟ طبعا مش مشان سواد عيون عبد الصبور افندي. لازم مشان حمار طربوشه. لا، ساعات الانسان بيضحي بالكتير حتى يكسب القليل، وبيكون بالقليل في قيمة أكثر. ما فهمتش. لو كنت أنت محلي وكانت بالفرقة بنت حلوة مثل منى، كنت فهمت على الطاير. منى. أيوة أستاذ عبد الصبور. إكرام زمانه جاي. الراجل ده كده ما برتحلوش لله في الله. لا في عرضك، انا عارفك صريحه ولسانك طويل. يقول لك كلمه كده ولا كده تروحي طالعه فيه زي الصاروخ، يقوم هو كمان مزرجن ولا يديناش المسرح. ما تخافش، هحاول اسيسه لحد ما نخلص شغلنا. عائلتنا بتعتبر من اغنى عائلات لبنان. الفلوس عنا مثل نهر النيل عنكم، ما الها لا اول ولا اخير. ومن اهم صفاتي يا انسه نجوى الاخلاص والشجاعه والصدق، وخصوصا الصدق. انا بيرتبني عفريت الارض لما بلاقي قدامي واحد بيرزق. انا رجال دغري. يا سلام يا سعيد بيه، اهدي الاخلاق ولا بلاش؟ يا ريت كل الناس زيك. هو بيكح كتير كده ليه يا اخي؟ انت بتضحك ليه؟ عشان تبطل فشل. ما حبطل ارتحال. لا طيب، ريحنا منك اذا بتريد. الاخلاص وشجاعه وصدق. شو كنا عم نقول؟
على انك ما بتحبش الكذب. ايوه ما بحب الكذب ولا الغش ولا العيش اللي انا عايشها. ليه الخير ان شاء الله؟ شاب مثل حتيتي كل صبية بتحلم فيه، غني وقصر وجاه وطول وعرض، والله بيليني بهالستراتير الغبي. وليه حولت قصرك لأوتيل؟ الملل الملل، شاب اعزب مثل حتيتي اعزب، بشو بده يتسلى؟ انتبهي لي لكلمة اعزب، الله يرضى عليك. عن اذنك عن اذنك صاحبنا رجعتنا لتريسة. شو قصتك نزل لتحت تحت تحت لقيها لتحت تحت تحت؟ انا اصلا ما بحبش الفاشر ابدا يا حبيبي، كل واحد حر، انا بكذب على تيفي كيفك وانا كمان كيف ان الجماعه دول يمشي من هنا؟ مستحيل، انا شريكك بالنص وانا حر انا كمان. يا خشيم يا قليل النظر، كيف بدك تقول للجماعه يمشوا وتترك هالبنت الحلوه اللي ما رفعت نظر عنك من وقت ما شافتها؟ بنت حلوه بتبص لي يعني؟ يا حرام، انت بتطل من هون وهي بتتنهد من هون. هيا تزنوضة يا قاتل النساء. هي مين فيهم؟ روح شوف مين بالاول ومين ميتون يطول، قل له ما في محل. خلينا لوحدنا ناخد راحتنا. اسف يا فندم، الفندق مليان على الاخر. نعم الفندق مليان على الاخر. انداري الاستاذ عبد الصبور بسرعه. اهلا اهلا اكرام بيه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا استاذ عبد الصبور، الحمد لله على السلامه. طيب منى وين؟ جاي حالا. اها اتفضل يا قرقوره. يا صبوره يا صبوره يا بندورة. بدك تقبروني مع احليكم يا احلى عصافير بالجنة. يا هلا، عم قول بيروت ليش منورة بهالشكل؟ ده بس من لطفك. هيدا مش لطف، هيدا حقيقة. كنت بقول عليك شيك في لبسك، اتضح انك شيك في الفاظك كمان. لك الله يخليكي للفن ويخليكي لإلي. اخبار المسرح ايه؟ الفرقة اللي عندي بقي لها 10 ايام حسب العقد. يعني ممكن نبتدي من بكره؟ بصراحه لا، مع كل الاسف، لانه الفرقه اللي عندي هي اللي عم تعمل بروفات بالايام الصبح. انا امال حنعمل بروفاتنا فين؟ ولو في كل مكان بقلبي اذا بدك، ولا بقول لك احسن شيء بالاوتيل. مشي معي حتى ادلك على المكان المناسب. قبل ما توصلوا كنت عم بحسب الايام والليالي، كنت عم بسال نفسي يا ترى يا اكرام حتشوف منى من جديد؟ حتلمس ايدها الحلوه من جديد؟ حتلمس شعرها الجميل؟ منى يا ترى اشتقتي لي مثل ما انا اشتقت لي؟ يا حياه قلبي. وهنا اعلن سيادته ان حاله الجو غير مطمئنه، والجو بارد بارد جدا جدا، وينذر بزوابع. ايه رأي سيادتك؟ نعم بقول ايه رأي سيادتك؟ بشو؟ حالة الطقس. اول ما كنت سامعك، تاني ما كنت منتبه لك. تحب احكي لك الحكاية من الاول عشان تقول لنا رأيك فيها؟ ممكن تخليها لوقت تاني؟ على كيفك، على العموم احنا يهمنا راحة عملائنا. وهنا اعلن سيادته، بتحب نتمشى، ان حالة الامن مطمئنة جدا. شو قلتك؟ نتمشى. خاطرك يا جو. خاطرك. كنت دايما بحلم انه التقي انا وياكي بجنينة حلوة بهالشكل، ايدينا بايدين بعض بهالشكل، قريبين من بعض بهالشكل، فليش ما بنضل مع بعض بهالشكل؟ صباح الخير يا بيه. يا الله، وين جيتي؟ من فوق، اصل فوق في هوا، والهوا جميل جدا.
تحب تجرب؟ على إذنك. شو رأيك بالحب؟ خصوصا لما يكون الحبيب شاب لذيذ مثلي أنا. هلا منى. هلا منى. هاي منى. ليش قاعدين لوحدكم؟ يا بتجي معنا يا بنقعد معكم. خليك مرتاح أنا حروح. ستين. شو؟ سلامة. بدري كده. معلش هروح على المسرح. يا ترى شو رأيك بالحب؟ خصوصا إذا كان الحبيب شخص مثلي. إلي شويرة ببيربط عنطر. أهلاً أهلاً أحمد بيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش لسه مسافر امبارح؟ كان المفروض أتأخر أكثر من كده، بس الشغل خلص. أهلاً وسهلاً، مع السلامة. يا أخي قشتك مثل الزنبران، ريح أعصابك ونام. مش هريح أعصابي ولا نام إلا لما تقول لي مين اللي معجبة بيا. يا أخي يا مسعود، لازم تعرفها لوحدك يا مسعود، ولو يا مسعود. يعني أجيب منجم ولا أقلب الفنجان؟ ولا اعمل ايه بس فهمني يا خيي. انت كل ما تشوف وحده يراقب دقات قلبك، واذا دق قلبك معها زياده هبل ببل ببل هبل بطول. هي ان كان علي انا بحبهم كلهم. واللي شو بتقصد هن كلهم؟ ودي زعلتك في ايه؟ كيف شو زعلتنا؟ ما بتعرف انه نجوى حبيبتي؟ انا مالي ومال نجوى، انا بتكلم على الباقيين. اذا كان هيك انفجر مثل ما بدك يدق قلبك. ممكن اعرف انا بايه؟ احمد بيه. وده هيبقى فين؟ ده قصب سعادتك. ودول بيعملوا ايه؟ دول بياخدوا تعسيله. تعسيله؟ اتفضلوا بره بره. وانت تيجي معايا. فوق
فوقي حبيبي. مالك يا سيد بيه؟ مالك؟ مالك يا حبيبي؟ ايه اللي سمعناه ده يا حضري؟ هيدا نتيجة عمل الخير، نتيجة اللي بتقوله قلب طيب وكبير. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. ولا أنا. تسمح تقول لنا مين صاحب القصر ده؟ أنا طبعا. وهو؟ هو كان يا ما كان في قديم الزمان، بس هلا شو بقدر أقول؟ اللهم اشفيه ورجع له عقله لمكانه. أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ لا بترجعته، لا 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 ما ردي. أنا ما بحب أحكي عن عمل الخير. بس ده أهانك. هذه نتيجة السواق. ما أنا لازم أعرف الحكاية بالظبط. ولا عايز نزعل منك؟ مصرة؟ طبعا. سامحني يا رب لا تاخذني، لاني حاكشف السر يلي دريته من سنين، لاني ما بقدر ارفض طلب لنجوى. هيدا الشاب كان زمان صاحب القصر، لكن الحال اتدهور فيه وافتقر، فبيع القصر لوالدي الله يرحمه. وبعدين حصلت له صدمه عصبيه ونتج عنها حاله جنون مركب، وصار يعتقد انه هالقصر اله واني شغال عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. الدكتور تبعه كلمني وترجيني وقال لي يا سعيد بيك يا ابن الاكابر، انت شاب وهالمسكين شاب، وكل شاب بيقدر الشاب اللي مثله شاب. قلت له ولو يا دكتور تحت امرك امور. قال لي سيروا على قد ما بتقدر لبينما كمل علاجه ويرجع لحالته الطبيعية. ومن يومها لهلأ واني بصيره والله قدرني وحافظت على هالوقت. لكن هو عايش منين دلوقتي؟ بيصرف ازاي؟ بساعده بقرشين كل شهر. والله اللي يشوفه هو بيتأمر علينا وبيطردنا من القصر يفتكر صحيح ان هو صاحب القصر وانك انت اللي بتشتغل عنده. بتصدق بالله ما قلتم يمين علي؟ في بعض الاحيان بطلع له الاكل لغرفته وبلبسه هدومه. انت انسان عظيم صحيح، والله انا ما شفت اخلاق زي اخلاقك. اخواني لا داعي للهتاف، دعونا نعمل الخير في صمت مهيب. لوكاندا من امتى عاملين بيت لوكاندا؟ مش من زمان قوي يا سعاده البيت. يعني امتى؟ يا دوبك 7-8 سنين. ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. نعم. انت شاب ذوق ومحترم وعاقل. انت عايزه تقول ايه بالظبط؟ عايزك تقدر ان احنا اغراب عن البلد، وان احنا بقينا في نص الليل، وتعتبرنا يا سيدي ضيوف عندك لغاية الصبح. أغراب على عيني وراسي، لكن أنا مش فتحها جمعية خيرية. شوفوا لكم حد تاني يكون غابت الأيام. يظهر إن الزوم ما ينفعش مع مكانك. ما شاء الله، أحسن تقولي لي أروح بيت بره. اتفضلي. خلاص أخذ البنات ونروح نبات في الشارع. استني عندك، هسمح لكم تباتوا الليلة بس على شرط 8 الصبح ما لقيش حد منكم هنا. فعلا العقل زينة. شرح الجنان وعليكي. ده مش مجنون وبس، ده وقح وعصبي وقليل الذوق كمان. كتر خيره سعيد بيه اللي مستحمله على رذالته. هيتقتل له لوجه الله. حضرته تنازل وتكرم وسمح اننا نبات هنا لغايه بكره الصبح. طب وبكره الظهر هنعمل ايه؟ يلا يا بنات الصباح رباح. طب دلوقتي هدومنا فوق عند المجنون بتاعك، تسمح تروح تجيبهم؟ لا انا اعصابي تعبانه، خوفين ما اطلع لعنده يسمعنا كلمة هيك او هيك ومطخ رصاصتين واخلص منه. يا خبر اسود، ترتكب جريمة؟ طيب شو بدي اعمل قولي لي. خليك انت، كفاية الهم اللي على قلبك، انا طلعاله. واني حبطلب الاسعاف. Thank you.
8 الصبح. صباح الخير يا أعظم بيك بالدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، يخزى العين يخزى العين. شوف القصر صار حلو لما رجع أحمد بيك. شايف وشاعر بالسعادة اللي نحن فيه بعد ما شفناه. شاعر ومتصور يا مسعود. ومتصور يا مسعود إنكم أندال ومجرمين. وحياة الله لو ما سمعتنا هالكلمتين الحلوية كنا انتحرنك. اعتبروني ما قلتهمش وتفضلوا انتحروا خلصوني منكم. هلا ما بيجوز الانتحار، ضاعت الفرصة خلاص يا سعادة البيه. فرصة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. أقدر أعرف ليه عملتوا بيتي لوكندا؟ تفضل يا جاوي. جاوب أنت. ما بيصير، هو بيفهم منا في الأفطار. أنت أقدم مني في الشغل والمقامات محفوظة. إيه؟ طبعًا مش ناويين تجاوبوا. هتقولوا إيه؟ إنكم لصوص وبتخنوني بغيابي؟ لا بترجيت كل شيء إلا الحرامي. ما هيك يا مسعود؟ هيك سعيد. ومع هيدا قلت له حنعترف لك بالحقيقة. أيوه هو أنا بقى عايز الحقيقة. حضرتك بتعرف إنه نحن طول عملنا عايشين من خير المرحوم والدته وخيرها. قعدنا نفكر. يا أخي أنا عم أحكي. ما بتفرق، قعدنا نفكر. يا أخي أنا عم أحكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر ازاي نرد لك الجميل. ازاي نرد لك الجميل؟ ايه دخل الكلام ده في الموضوع؟ ما ما ما, ما انا جاي لسعادتك اهو. فكرنا اننا نشتري لك هديه نقدمها في عيد ميلادك السعيد. سالنا حالنا شو بنشتري لك؟ سياره؟ لقينا عندك 100 سياره. سالنا حالنا من جديد شو بنشتري لك؟ يخت؟ لقينا عندك بدل اليخت 2. فكرنا نشتري لك طياره. لقينا عندك طياره. قلنا بنشتري لك دبابه. دبابة؟ ما انت عارف قد ايه بنحب سعادتك. ايه دخل الدبابات والطيارات في تأجير القصر؟ اصل الدبابة تمنها غالي قوي واحنا مفلسين. سألنا حالنا منين بنجيب مصاري؟ قمت عملت البيت لو كان ده 11 شهر في السنة ونزلت فيها كل من هب ودب. ايه ده؟ من دب؟ مسعود فندم انزل انده للبنت الغلباوية دي. انا وفيهم يا فندم اللي بتتنطط قدامهم. منى. حاضر فندم. صباح الخير يا مسعود. شهر الله 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 اهو كده خلي الواحد يرسله على بر. الله الله مالك يا مسعود؟ مبسوط شويه. انا كمان مبسوطه. لكن انا عارف انا مبسوط ليه. لكن انت؟ انا كل ما بشوفك ببقى مبسوطه. الله الله يا نور النبي. لا مؤاخذه انا نسيت. نسيت ايه؟ احمد بيه عايزك. طب ما يجي هو هنا. معلش يا ستي هوديه على قد عقله اهو كله بثوابه. يلا 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 ايه ده؟ رشبشب. رشبشب؟ طبعا مسعود. ما شاء الله ما شاء الله. افندم عايز ايه؟ الساعة 9:30. انت ناديه لي عشان تقول لي الساعة 9:30؟ يا نسا هي اسمها ايه؟ يا مدمازيل منى ارجوك تحترمي اتفاق امبارح. انا قلت تمشوا الساعة 8 يعني تمشوا الساعة 8. بسمع بقى. انا هودتك امبارح عشان ما اعملهاش خناقه انما ودين النبي. يا انسه منى انا مصمم انكم تمشوا فورا في المشمش. اتفضلي لمي فرقتك على بره.
تسمح لي بكلمة؟ نعم. ممكن أشرح لك ظروف الفرقة؟ تفضل. إحنا بنات ما عندناش رأس مال غير فننا، جينا هنا عشان نقدم استعراضنا، لقينا المسرح مشغول. ترضى إن أمل الشباب ينطفي وحلمهم يتبخر عشان ما عندهمش فلوس ينزلوا في الكندا؟ أنا أسفة على إزعاجنا لك، وكتر خيرك إنك قبلتنا في قصرك. أي واحد غيرك كان هيتصرف زي ما تصرفت بالظبط. أنت اسمك إيه؟ نجوى. أدبك أثر فيا يا أنسة نجوى، وعشان خاطرك أنت بس هنسى اللي حصل من الأنسة منى، وهسمح لكم كمان 3 أيام. ميرسي قوي. 3 أيام. مش بتوقف مثل عمود التليفون. لقيتها. من إيه؟ حبيبة قلبي. من إيه؟ منى. والله أنا قلت إنه حيجي يوم تعرفها لوحدها. مش بيقولوا عندهم عصفورية المجانين ما ياخدوه فيها ويريحونا؟ حرام عليك يا منى، يعني مش شايفة اللي بيعملوا فينا؟ أنا اللي مش قادرة أفهمه إزاي سعيد بيه مستحمل إهاناته دي كلها. أكيد في سر، حاجة تحير فعلا، بس هيكون إيه السر اللي بينهم؟ بس بلاش كلام ده، يلا نكمل التمرين. يلا. انت متأكد من هالكلام؟ بقولك سمعتهم بوداني. بسيطة. بقولك بيشكوا في سعادتك تقولي بسيطة. معلش انا رح بتصرف. هتعمل ايه؟ لحظة، ما شايفنا مفكر. فكر. اتفضل معانا. صحتين وعافية. أنا سمنة بترجاك اشوف من الخط. ألو؟ ألو؟ منزل سعيد ب؟ البي موجود؟ قولي له دكتور امبور اوف امريكا. في دكتور بيقول اسمه امبور اوف امريكا؟ لا حول الله يا الطاف الله، دكتور امبور الطف بعبيدك يا رب. لا دكتور ايه ده يا سعيد بيه؟ دكتور التعيس احمد. لازم في حاجه مهمه عايز يقولك عليها. بترجيكي يا انسه منى، انت والانسه نجوى تروح على الخط التاني وتسمعوا لحتى تعرفوا انه معي حق اعمل ثوره. حاضر. الو الو دكتور امبور، دخيلك يا امبور افندي، بترجيك تقول لي شو في؟ احمد كان عندي في العياده وبعد الفحص والتمحيص عرفت ان مرضه وصل لمرحله الانتفريز وان نفسيته بقت انتفوريا خالص. لها لها يا امبو، لها لها يا امبو. وفي الحاله دي في خطوره على جهاز العصب السمباتيكي ليصطدم مع الكربراتير وبيحصل تقطيع في الشكمان، وانت عارف طبعا الشكمان ده يبقى فين. عشان كده انا بترجاك انت والشاب اللطيف ده اللي اسمه مسعود انكم تواصلوا معاملته الطيبه على ما ربنا ياخد بيده. الله يخلي لي اياك يا حكيم، عافيني من هالمهمه الله يرضى عليك. لا لا سعيد بيه، انت راجل عظيم واصلك معروف ولازم تراعي الصداقه القديمه اللي بينك وبين احمد المسكين. انا بعطيه مليون ليره مستعد اغتاب للعصر باسمه، ما بعرف ايه اتحمل. الله يخلي لي اياه. ما تترجاني. لا ما بدي ما بدي ما تترجاني. على كل حال اذا كان اعصابك تعبانه شويه ممكن تعتمد اعتماد كبير على الاستاذ مسعود وانت مطمن. انا شخصيا من يوم ما شفت الشاب ده اللي اسمه مسعود وانا بتنبأ له بمستقبل عظيم، ويا بخت اللي هتحبه وتتجوزه. حاضر حاضر يا امبو، صرنا خدامينه، شو بدنا نعمل اكتر من هيك؟ إيه لا شي، ما بقى ينحمل بالمرة تخنت العملية. أنا سعيد بيه ابن العائلة الكريمة، اشتغل خدام. منيح اللي أنت بتعرف الحياة. نعم منيح اللي أنت بتعرف الحياة. صحيح أنا عم أعمل خير بس مش لهالدرجة الشيء له حدود. لا يا أمبور لا 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 يا أمبور لا لا يا أمبور. طيب تحت أمرك يا أمبور. حاضر يا أمبور، أمرك يا أمبور، مع السلامة يا أمبور.
شرف اللزقة. ايه رأيكم نعزم احمد يتغدى معانا؟ وانا من رأيي منى هي اللي تعزمه. اشمعنى بقى؟ عشان تصلحي غلطة الصبح، ده انسان صعب ومش هيرضى. منى الدكتور وصل ان احنا نعمله كويس، معلش عشان خاطري وحياتي. هيدا القلوب الرقيقة. معلش يا منى. ولك يسلم لا القلوب ولا تلاوي. معلش عشان خاطري. حاضر. شو العمل؟ يلا يا قطة. هم هم هم. السلام عليكم. أي خدمة؟ ممكن تيجي تتغدى معانا؟ بتعزميني في بيتي؟ يعني أنا مستريح كده. طب إيه رأيك لو نجيب الأكل ونيجي نتغدى معاك هنا؟ هنا في المكتب؟ طبعا فكرة مش كده؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما تعرفوش اي حاجه اسمها نظام اتيكيت ذوق؟ الله الله الله، ولزومها ايه النرفزه دي بس؟ ما تخليك رايق وعاقل زي ما كنت. ما هو تصرفاتكوا تجنن اي حاجه في البلد. من فضلك ما تزعليش بالشكل ده. ده بيتي وانا حر فيه. بيتك بيتك، كل كلمه والتانيه بيتك. طب ايه رايك بقى انه مش بيتك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان البيت في الاخر عند ربنا، لكن في الدنيا اللي عنده زي اللي ما عندوش، ويمكن اللي ما عندوش يكون مرتاح اكتر. قلت ايه؟ هودني بقى ربنا يهديك. عايزه تقولي دي يا اخي بهزي، ما تاخدش على كلامي، حقك علي. اهزي زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك مش هتستنوا في بيتي ثانيه واحده بعد الثلاث ايام، مفهوم؟ ما وحياتي. هو هيشرف على الغدا؟ كنت عارفة انه مش هيرضى. عمره ما يرضى. طلع انت سعيد. طلع لي الاكل فوق. بامرك يا بيه. حاضر يا بيه. ما تخليك انت سعادة البيه وانا ودي له الاكل. ما بيصير، طالما ان نوينا على الخير لازم نضل الاخر. لو عنده شوية ذوق كان طلب الاكل بابتسامة. انا هدفع نص عمري للي يخليه يضحك. اسألوني انا، ده عمره ما بيضحك. يمكن الليله يضحك عشان الليله عيد ميلاده. ايه كل سنه هو طيب. لازم نحتفل بعيد ميلاده بدل ما تضيعوا وقتكم على الفاضي. فكروا في المسرح احسن، ده عمل انساني. موافقين؟ انا مش موافقه. مساء الخير يا فندم. نعم، في واحد عايز سعادتك في مساله مهمه جدا. والواحد ده بس اسمه ايه؟ مرضاش يقول على اسمه. طيب استرها يا رب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد. وانت بالصحه. عملنا حفله صغيره على قد حالنا ونفسنا تحضرها معانا. ايوه بس انا حطينا شمعه واحده عشان ما كناش نعرف عمرك قد ايه. كفايه شمعه واحده، المهم العاطفه النبيله. تسمح نولعها عشان تنزل تطفيها؟ اتفضلي. يا
والكل يغنولك ويضوي برسولك والكل يغنولك ويضوي برسولك وعيونهم يقولولك قول لا لا Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you أيوة أيوة Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you لو الله وهبني عيون مثل عيوني كنت حكمت العالم ازاي كان بكفي اطلع بالواحد هيك او هيك لكن صار مثل الخاتم بين ايدي للدرجة ولو الله وهبني مثل القلب يلي عندك لكنت اسعد انسان بالعالم كفاية بقى لحسن بعدين ابقى مغرورة والله عم احكي عن جد بكفي كيف تصرفتي مثل الملاك الحنون مع هيدا مجنون القصر احمد الانسان لا يشكر على واجب برافو عليك تستاهلي بوسي اللي عجبني فيكي انه انت مثلي ما بتحب الكسل الله يرحمها ستي كانت تقلي اقتول اسروق انهاب اعطش بكيت بلا رصيد سندات ما بتندسي بس اعطش الكسب عيب لكن ساعات الكيت بيكون ضروري بس لما بيكون ابيض لا لما الراجل يكذب على مراته برافو عليك تستاهلي بوسي هيك شفيتيري فارس همام الجميل المحية وبعد ثلاث ساعات يمكن ثلاث دقايق ثلاث ثواني حتسمعي منه خبر مفرح الخبر المفرح صحيح يمل بصرحة الفرح برافو عليك تستاهل عليها بوسي عطيني شفيتيرة فهاتي يا بختو انت غريب عن الحب زي ما انت غريب عني جربت الحب وفشلت ما جربتش من الاساس عشان عارف ان نهايته الفشل وما عنديش استعداد اعيش لحظات الفشل انا اللي متعود انجح في الحياه لازم تجرب مره اللي زي مش لازم يحب ليه عشان ما ينصدمش في النهايه لما يكتشف انها حبيته عشان فلوسه
فلوسه؟ صحيح، لكن في أغنية كتير زيك حبوا يتجوزوا عشو سعد. كده جواز الأغنية مش جواز قلب على قلب، جواز ثروة على ثروة. طب حب وتجوز واحدة فقيرة؟ هدور على واحدة. تفضل. انت انسان رقيق وانت احلى واحده بالدنيا. هل دي بقى تسهل عليها بوسك؟ يا مضروب دمك خفيف. اجي مليونير زيك ويمكن اغنى منك، شايف بسيط ازاي؟ مليونير؟ سعيد بيه صاحب القصر ده. صحيح، لكن يظهر انه لقى الفقيرة اللي تحبه. انت فقيرة؟ تصدق ان اول مرة الليلة اعرف ان ليا عيد ميلاد؟ كان نفسي اقول لك كل سنة وانت طيب وانت واقف على السلم. وايه اللي خلاك ما قلتليش؟ ما كنتش لسه الفقيرة ولا انت الغني اللي بيدور عليها. سعيد يا خبر، اخي دخيلك يا امي، اخي عزري، اخي عزري، اخ دخيلك يا الله، دخيلك يا امي. اي 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 وين اي اي تستاهل بوس على دي. حلو، لكن لما بتجيله الحالة يبقى يا لطيف يا لطيف. انا غايته صعبان عليا بس، وبفكر ازاي اقدر اساعده بس. انما انا شايفه ايه؟ لا هو كده بس. خلاص. بتوجعك يا حبيبي، هتموتني. مرسورة مرسورة. انا بقى هعالجها لك. واحد اتنين تلاته. هتقوم ولا اكسرها لك؟ هقوم. طب يلا. يا فضل.
نفسك يا احمد لما تطمن على منى. مين اللي مع منى ده؟ اكرام. يعني مين؟ واحد صاحب المسرح اللي هنشتغل عنده، اتنين صاحب اتقل دم في الوسط الفني، تلاتة لازق لمنى زي الوطواط، اربعة منى بتحبه، خمسة لا مضطرة تجامله عشان المسرح، ستة عن اذنك الحقها الاحسن يعاكسها، سبعة خلي بالك من سعيد دي. منى ما تتأخري، والمكان مثل ما قلت لك مش بعيد منهم. ولو اني ما احبش اخرج لوحدي لكن اوعدك اني حاجي. كنت بحب انا اجي وسطك، لكن حتى نمنع القيل والقال قلت عليها. اوكي. على فين يا سعيد بيه؟ بيه؟ مش انت صاحب القصر؟ وعرفت منين؟ امال انا بقى ايه؟ قول لي انا بقى ايه؟ فقير. فقير؟ وايه كمان؟ مفلس. وايه كمان؟ معقد. معقد؟ ليه؟ لانك لما انفلست بعت القصر. بعته؟ بعته لمين؟ إلي. أنا اللي اشتريته وأنا اللي عم أصرف عليك. لا كتر خيرك، ابن أصل. عفوا، لا شكر على واجب، خيرك سيبي. خليك هنا أنا عايزك. منى عارفه الكلام اللي قلتهولي؟ انا سالت لك اني فقير ومفلس ومعقد. مش بس منى عارفه، كل الفرقه عارفه كده. طب تعرف لو قلت لاي مخلوق بعد كده ان انا صاحب القصر هموتك. اوعى تقول لاي مخلوق حتى لو انا اللي طلبت منك، فاهم؟ فاهم فاهم. من يوم لغايه ما اموت ما راح اقول لحدا انه انت صاحب القصر. دبر لي ميعاد مع منى على انفراد. بنفس الطريقه الشمبانيا والشموع والكاسين بيدقوا بعض. لا لا لا، ده نوع جديد خالص. بامرك ساتدبر الامر انا وتابعي مسعود. يلا مع السلامه. الله مال الاستاذ اكرام افندي طالب ميعاد. وانت عايزه تقابليه؟ انا ما احبش اقابل غير الناس اللطاف اللي زيك. الله يخليكي. هو سعيد بيخف؟ طبعا، هو ده المرض يقدر عليه. الحمد لله على السلامه. الله يسلم. ولك تقبشيني يا عبش. ايه اللي خلاك تيجي دلوقتي تقطع عليا خلوتي واحنا في عز الكلام؟ اديك هربتها. اسمع مني، ما تتعب حالك، في غيرك بيحبك. مين؟ سيدك وتاج راسك احمد بيت اللي خيره عليه. ما عنده ستات مليانه الدنيا، ملقاش غير دي. دي منى حبيبتي اللي قلبي دق لها. بيظهر احمد بيت المره دي ناوي على الجد، واني شايف لك البنت منى مندمج معه شوي. انت مش قلت لي انها بتحبني انا؟ يا خي قلت لك هيك، بس نحن مين اللي عايشين بعزه؟ احمد بيه. مين اللي عايشين من خيره؟ احمد بيه. مين اللي احسن منك؟ احمد بيه. يا احمد بيت طالب انك تدبر رندفو مع منى. انا؟ صحيح يا لقسوة القطر، بس هذا يلي صار. ليك قبل ما امشي بدي اقول لك امر خطير. لسه في اخطر من كده؟ معلوم. احمد بير طالب مني اني شخصيا مثل دور صاحب القصر وهو يمثل دور الخادم، وحلفني بقبر امي وابي واسلاف واسلاف يلي خلفوني ما افشي السر لحدين. سمعت؟ فهمت. فهمت كل حاجة.
يا ساتر يا رب، سليم ان شاء الله. حضرتك دكتور؟ لا. عجلاتي؟ لا. امال ازاي تقول سليمه وانا والبسكليت مكسورين؟ يا بوليس يا يا اخي طول بالك شويه، امال معروف بلا بهدلي. انا عندي ميعاد مهم. وانا اعمل لك ايه؟ انا كمان عايز اطلع الجبل عشان الحق امي قبل ما تخلف. يا بوليس انت وين بدك تروح؟ قريب من هنا. انا بوصلك. طب شيل العجله الاول وبعدين تعال شيلني. حاضر. وبلاش البوليس وبلاش الحكومة. مش معقول، بتعمل ايه هنا؟ بشم هوا. لوحدك؟ ايوه. وانت؟ المفروض ان صاحب المسرح اللي هنشتغل عليه كان يجي يقابلني هنا، بس معرفش ايه اللي اخره. طيب امشي انا، يمكن وجودي ده. لا ارجوك خليك، انا مبسوطه اني شفتك، وبيني وبينك مش عايزه اقابله لوحدي. انت يا دلو عمك. ايه يا بوليس؟ ايه يا حكومة؟ بكسرنا صياعة ماشيين بشارع المال واخر. انا اعمل لك ايه اذا كنت ساكن في حتة بعيدة؟ الموعد اللي مرتبه من سنة وعائد عليك كل املي ضاع مني بسببك. والله اذا ما كانش عاجبك نقف عند اي اسمه بوليس، يجي دكتور يكشف عليا وخبير يكشف على البسكليت. اسكر فمك. امبارح بالليل اكتشفت نفسي وعرفت الحقيقة اللي كان بيخبيها عقلي طول عمري. يعني عرفت انك فقير زينا وان القصر مش قصرك؟ ايوه. مبروك يا احمد، اجمل شيء في الحياة ان الانسان يلاقي نفسه. بس هعمل ايه دلوقتي؟ هعيش ازاي؟ ولا يهمك، كلنا بنبتدي من الصفر. ربنا خلق لنا الطموح عشان ما نفقدش الامل. بس هشتغل ايه؟ مش مهم تشتغل ايه، المهم انك تنوي على الشغل. اوعدك من بكره هدور على شغل. انت يا حبوب بقوم. يا بوليس. يا حكومه، هنوصل للشام وبعد ما وصلنا لبيت امك. تعرف لو امي خلفت قبل ما اوصل هوديك في داهيه. مبسوط؟ انتزعت العربية. قوم تفوش. تفوش؟ تفوش يعني ايه؟ يعني زق. ازق؟ لك قوم. ازق. عند سعيد بيه، الانسان الوحيد اللي عطف عليا واستحملني طول عمري. احسن فكره. تعبت؟ بالعكس، ده شغل لذيذ جدا. الحمد لله اللي قابلتني صدفه النهارده، والا كنت فضلت فاكر نفسك مليونير. في الحقيقه يا منى ما كانتش صدفه. ازاي؟ أنا اللي طلبت من مسعود يعطل إكرام عشان أقدر أشوفك. يعني كنت عايز تقابلني لوحدي؟ أيوه. ليه؟
اه ياما اه يا رجلي لا مؤاخذه يا فندم، ما كنتش عارف ان سعادتك هنا. من النهارده مفيش سعادته، في احمد وبس. ها قصدك ايه؟ ربنا خد بيده خلاص. هنهرب من الحياه لحد امتى يا مسعود يا اخويا؟ لا يا شيخ طبعا. ايه كل شيء له نهايه. يا رجلي الله يوجع قلبك يا اكرام. مالك يا مسعود؟ عمل لك ايه اكرام؟ اديته بومبه زحلقته مليون كيلو، اداني هو بومبتين رجعني ماشي. احمد هات ميه سخنه وملح في تشت. حاضر. عندك الميه على النار؟ لا لا ما 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 يصحش يا انسه منى، مش معقول. ما يصحش ما يصحش كده انسه منى. ما في حدا هلا هون. خليك زي ما انت. اقعد يا مسعود. اجيب لك الفطار. ولا طمني وين وصلت مع منى؟ ماشي الحال. تسمح لي اعطيت رايي؟ تفضل. انا فكري لو بتنهي هالموضوع وبتتكل على الله وبتتجوز. ولا شو رايك يا مسعود؟ معلوم الجواز نص الدين. طيب اعزم الفرقة النهاردة على اليخت بتاعك. اليخت بتاعي؟ إيه؟ انا عندي دخل من نل اليخت يا حسرة. اليخت بتاعك يا مليونير. الحمد لله، مين كان يقول ان اخينا يعقل ده احسن عمل انساني عملناه. واكرام افندي هنعمل بيه؟ لازم نتصل بيه. انت اللي تتصل بيه. صباح الخير. صباح النور. نظف لي عدرس، نظف لي. هاي حلو. عرض البحر مهار. شكرا شكرا ايها الاخوه على هذا الاستقبال الحافل. انا اسف لاني اتاخرت على موعدك امبارح. بقى المناسبه الحلوه هاي اسمحوا لي اعلن لكم اني حسلمكم المسرح خلال يومين. شكرا اكرام بيه. شكرا. لكن على شرط بحب ابحث التفاصيل مع الانسه منى. تفاصيل ايه وبتاعي يا اخي؟ ولد من امتى بتحت بحضور سيدك؟ عفوا اكرام بيه، بنتي فيه معزوم على اليخت تبعي. طبعا وهونيت بنبحث بالتفاصيل. ما فتح عيونك. اسف جدا يا فندم، اتفضل معايا على الكابينه اقلعها وانا انضفها لك. اتفضل.
خليك عندك خليك عندك. برافو. يا شيخ ليه انت؟ عايز اخرج. اوعى تخرج لحسن بعدين تاخد برد. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لو شاب فقير زي حالاتي حب يتجوز بنت حلوه زي حالاتك، يا ترى توافق؟ الله لو حصل وافتقرت بتضل تحبينه. وليه بس السؤال البايخ ده؟ يا ستي مجنونه وبيخرف، جاوبيني وريحينا. ده سؤال ملوش معنى، لان اللي زيك بينه وبين الفقر مشوار بعيد. ابدا يا نجوى، بين الفقر والغنى شعره. انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في سيره الفقر دي؟ يعني مش هتبص. انا مش قادره افهمك ابدا. ريحي يا حالي، ما في حدا بالعالم فهم نفسه. نقول لهم دلوقتي احسن؟ بس في حاجه لازم تعرفيها قبل ما تتجوز. حاجه ايه؟ اليخت ده بتاعي. ايه؟ والقصر والمصانع وكل حاجه. احمد وسعيد ومسعود موظفين عندي. ليه كده يا احمد؟ ما كنت كويس. الحقوني يا جماعه. إيه؟ احمد رجعت له الحاله تاني. يا ستر يا رب. اللي انت فاكراه خيال هو الحقيقه. انا مليونير فعلا. هي الغزاله رجعت لك تاني؟ انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ الله ليه؟ العقل زيني صحيح. اخرس انت لارميك البحر. مسكين لو كنت عاقل مثلك كنت عرفت كيف حكيتك حسب عقلك. يا اخي اما انك مجنون صحيح، تقدر تقول لنا هنجيب مسرح منين؟ ولا يهمكم، هجيب لكم اكبر مسرح في البلد. لا بقى، هو جنانك هيشتغل علينا احنا كمان. سعيد قول لهم اليخت ده بتاع مين. طيب يا سيدي حلو، هيدا اليخت بتاعي انا. بتاعك ازاي؟ قول الحقيقه ما تخافش. والقصر والمصانع بتوع مين؟ هقول الحقيقه، بتوعي انا. مسعود تعال قول للأنسة منى أنا أبقى مين. أحمد بيه تعال قول لها بقى اليخت والمصانع والقصر بتوع مين. أقول قول أقول. أيوة قول. بتوع سعيد بيه. طب روح. أنا بقى هعرف أثبت لك إزاي كل حاجة بتاعت مين. استناني شوية. طيب مع الأمر أنا وياك. والله لا أطول عمرك. أنا يا أخي يا أخي أحسن. اتفضلي اقري دول وهتعرفي الحقيقة بنفسك. اقري أنت كمان. ده اليخت بتاعه صحيح.
والقصر إله والمصانع إله. أمال أنت تبقى إيه؟ إله. يعني إيه؟ مجرد تبير الخدم. ما قلت لك بين الفقر والغنى شعرة، ما صدقتنيش. سيب القصر والخدمة فيه وتعال اشتغل معانا. قلبي ما بيطاوحني، ما بيطاوحني. أحمد بيت هيدا مثل خي. أيوه بس بترجيتي ما تحت. الله يوفقك تخاطر. سعيد مسعود افندم، اعملوا اللازم للمسرح اللي اشتريناه. مشروع الفرقه بيهمني زي كل المشاريع بتوعي، لازم ينجح. تحت امرك، بس بترجع على طول. يعني شهر عسل وبس. بس يا خي انا احتاج. ما بتفرق، يعني شهر عسل وبس. ايه نشوف وشكم بخير. مع السلامه. الله يسلمك. باي Thank you.